بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج الدين والحياة، والتي نستمر معكم فيها على مدى ساعة كاملة بمشيئة الله تعالى. مستمعين الكرام، في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة ولؤي حلبي. مستمعين الكرام، في حلقات برنامج الدين والحياة نناقش موضوعات تهم المسلم في أمور دينه ودنياه ويسعد بها بمشيئة الله تعالى، وسنأخذ أيضا رأي كتاب الله أو رأي الشارع الحكيم في هذه الموضوعات التي نأخذها، ونظرة ديننا الإسلامي الحنيف لهذه الموضوعات التي نطرحها. من هذه الموضوعات التي نطرحها تعاقب الأعوام وما فيه من الحكم والآيات، وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ضيف حلقات برنامج الدين والحياة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وجعلها الله لقاء نافعا مباركا، اللهم أمين. فضيلة الشيخ، مثل ما ذكرت، حديثنا في هذه الحلقة عن تعاقب الأعوام، عبر وعظات وما فيه من العبر والعظات، وأيضا الدلائل من هذا التعاقب. ابتداء فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن تعاقب الأعوام وما فيها من العبر والعظات، نريد أن نأخذ الحكمة. ما هي الحكمة من تعاقب الليل والنهار، وبالتالي تعاقب الأيام والأزمنة والأعوام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله جل في علاه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأجرى حكمته على تقلب أحوال الناس وتنوعها، فهو جل وعلا الذي يقلب الليل والنهار. وذكر في محكم كتابه في مواضع عديدة ما يشاهده الناس كل يوم خلال 24 ساعة من تعاقب الليل والنهار. هذا التعاقب وذلك الاختلاف ذكر الله جل في علا في آيات كثيرة، هو من آيات الله العظمى التي أعاد الله تعالى ذكرها في كتابه ليذكر الناس بعظيم قدرته وبديع صنعه، ولأمور عديدة سنتطرق إليها في حديثنا في هذه الحلقة. الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات قال لقوم يعقلون. ثاني آية ذكرها بعد خلق السماوات والأرض هو اختلاف الليل والنهار، ومعنى اختلاف الليل والنهار تعاقبهما. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار أي يغطي الليل بالنهار، وكذلك يغطي النهار بالليل، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أقسم الله تعالى بالليل والنهار فيما يكون فيهما من الإشراق والإظلام الذي هو من آياته الكبرى تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ولذلك أشار الله تعالى إلى هذا التعاقب بذكر أنه آية من آياته دالة على عظيم قدرته وعلى إتقان صنعه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وذاك على نحو دائب مستمر لا ينقطع ولا يتحول، وذاك لأجل حكمة منها معرفة عدد السنين والحساب. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين.
آيتين علامتان، أي المقصود بآيتين أي أنهما علامتان على بديع صنع الله وعظيم إتقانه جل في علاه، حيث إن هاتين الآيتين تتعاقبان وفق نظام دقيق لا يختل ولا ينخرم، لا يتقدم ولا يتأخر. يقول: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، أي تطلبوا ما يكون من الأرزاق التي تساق إليكم في الليل والنهار في هذين الزمانين، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالليل والنهار من الآيات العظمى التي ذكرها الله تعالى وأبدأ وأعاد فيها في آيات كثيرة، وذلك أن فيهما من الحكم والدلائل على الألوهية، على ألوهية الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته جل في علاه ما يبهر العقول. يعني لا تستغرب أن الله عز وجل أقسم بالنهار في موضعين من الكتاب، قال: والنهار إذا جلاها، وفي موضع آخر قال: والنهار إذا تجلى، وأقسم بالليل، وقال تعالى: والليل إذا يغشى، ولا يكون هذا إلا للفت الأنظار إلى شيء عظيم، وهو ما في هذا الصنع وفي هذا الخلق من بديع صنع الله تعالى وعظيم إتقانه ما يبهر العقول ويأسر القلوب ويجعلها مذعنة لله الواحد القهار الذي أتقن كل شيء صنعه جل وعلا. ألم ترى أن الله يولج النهار في الليل ويولج النهار في ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل أي من الشمس والقمر طول الليل طول النهار يجري إلى أجل مسمى إلى زمن وتوقيت معين، وأن الله بما تعملون خبير جل في علاه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إذن الآيات في القرآن الكريم أشارت إلى هاتين الآيتين في بيان عظيم صنع الله تعالى في ما أداره من تعاقب الليل والنهار الذي ينتج عنه مصالح ومنافع للخلق لا يحصونها في دنياهم ولا يحيطون بها في أمر دينهم من جهة علمهم بالله عز وجل ومعرفتهم بكمالاته سبحانه وبحمده. كما أنه قد جعل للليل وظائف وأعمال لا تكون إلا فيه، وجعل في النهار وظائف وأعمال لا تكون إلا فيه، وجعل من الأعمال ما يكون على الدوام في الليل والنهار. التوبة مثلا من الأعمال التي لا تتقيد بقيد، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا دلالة على عظيم منه جل وعلا الذي نوع ليتنوع للناس طرق الوصول إليه، ولأجل أن يستدرك الإنسان في ليله ما فاته في نهاره وفي نهاره ما فاته في ليله، ويحقق العبودية لله عز وجل والخضوع له والذل والإقبال له عليه جل في علاه في ليله ونهاره، ويتذكر عظيم صنع ربه جل في علاه فيما أجراه من هذه الآية. من الآيات والحكم العظيمة التي تنتج عن تعاقب الليل والنهار التذكر، لذلك يقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني يتعاقبان، ليل يأتي بعده نهار، نهار يأتي بعده ليل، وهلم جر دواليك على مر أعمارنا وكر الزمان ومر الأيام تتعاقب هاتان الآيتان الليل والنهار. ومن فوائد هذا التعاقب التذكير، لذلك يقول الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني الليل يخلفه نهار والنهار يخلفه ليل، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي لمن أراد أن يعتذر ويتعب ويتنبه ويعلم ما في هذا التعاقب
من الآيات والدلالات العظيمة والإشارات الكبيرة التي لها من المعاني ما يأسر القلوب ويوقظها ويجعلها تقبل على الله عز وجل. يعني الذي يرى الليل يمضي وينقضي ثم يأتي نهار يمضي وينقضي، هل يظن أن هذا الليل وهذا النهار اللذان انقضيا وبهما تنقضي آجال الخلق سيدوم له معاش وسيقر له حال؟ الدنيا مبنية على التحول والتغير، ليس ثمة دوام لحال الإنسان في هذه الدنيا، بل هي أحوال وأطباق كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي حال بعد حال، فتختلف كما يختلف الليل والنهار في الإضاءة والظلمة وفي المنافع والمقاصد والأعمال، وكذلك حياة الإنسان لا تدوم على حال، سرور يعقبه حزن، غنى يأتي بعده فقر، قوة يأتي بعدها ضعف، صحة قد يعقبها مرض، وهلم جر في تحول أحوال الناس. ولهذا قال الله تعالى لمن أراد أن يتذكر أن يلتفت بهذه الآية إلى أن هذه الدنيا لن تدوم على حال، وأن هذا حال الإنسان لا يمكن أن تستقر على شيء واحد لا يتحول، بل يجري عليها من التحويل ما هو ابتلاء واختبار، يختبر الله تعالى الناس باختلاف الأحوال، يختبر بالغنى، يختبر بالفقر، يختبر بالصحة، يختبر بالمرض، يختبر بالقوة، يختبر بالضعف، يختبر بالكثرة، يختبر بالقلة، وهلم جر مما يجريه الله عز وجل من التغير في أحوال الناس الذي يندرج في قول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار وابتلاء. الله تعالى يبتلي الناس في هذه الدنيا في تعاقب الليل والنهار. يعني أنت إذا جاءك الليل الآن، الليل هذا زمن الله تعالى أمرك فيه بأعمال وجعله سكنا وجعله سبع وجعل فيه النوم الذي تمتد فيه الأجسام والأجساد وتتزود ليومها الآخر. تعرف أن هذا الليل يعني فيه من الوظائف والأعمال ما لا يكون في النهار، فإذا فاتت ما فيه من خير. ولذلك لو تجد حتى في أمور الدنيا لما يسهر الإنسان ولا يأخذ قصة من الراحة في ليله ينتقل إلى نهار فيه من الثقل وفيه من عدم النشاط، وقد يكون من الاضطراب سواء النفسي أو البدني ما يجعله يتعثر في يومه التالي. هكذا في تفويت كل وظائف الإنسان في ليله أو نهاره، إذا فاته شيء من وظائف الزمان لابد أن ينعكس هذا على ما بعده، إلا أن يعين الله تعالى الإنسان فيستدرك ويسعى في تدارك ما فاته من وظائف وأعمال ليله أو أعمال نهاره. الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي أراد تحقيق العبودية لله عز وجل. هذا معنى قولي أراد شكورا، بدأ بالتذكر لأنه منشأ كل عمل. الإنسان يبدأ أولا في أمره بفكرة ويبدأ بعمل ذهني، ثم يعقب ذلك ما يكون من عمل صالح أو غير صالح بناء على ما كان في ذهنه وفكره وخواطره وعقله. وبالتالي هذا التعاقب لليل والنهار يدعو إلى التفكر، والتفكر يدعو إلى الرشد بالوصول إلى تحقيق ما أمر الله تعالى به من الشكر في قوله أو أراد شكورا. شكورا أي عبادة لله وقيام بحقه جل في علاه. فالشكر يطلق ويراد به العبادة كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من عبادي الذين يحققون العبودية لله عز وجل على الوجه الذي يرضاه ويريده سبحانه وبحمده. إذن هذا التعاقب الليل والنهار والتقليب هو
هو آية من آيات الله عز وجل العظمى التي يشهدها الجميع، يشهدها الصغير والكبير، الحاضر والباد، حتى يا أخي النباتات تتأثر بهذا التعاقب، فالخلق كلهم أجر الله تعالى على أحوالهم أن يتأثروا بهذا التقلب، يدركون به منافع، يدفعون به مضار، يختبرون فيه بأنواع من الاختبار. فمن المهم أن نلتفت إلى هذه الآية، شروق الشمس وغروبها، زوال الليل، زوال النهار بدخول الليل وإظلال، كله مما يجعل الإنسان يتفكر، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كل هذه أشياء تجعل القلب الحي يعتبر. ولهذا ندبنا الله تعالى إلى ذكره في إقبال صباحه وفي إدبار وفي إقبال ليله وفي إدبار صباحه وإدبار ليله، كل ذلك التقلب والتحول لئلا يصير الناس على حال تفوت به مصالحهم. ولذلك ذكر الله تعالى في محكم كتابه من آياته التنويع في الليل والنهار، وذكر فائدة من فوائد ذلك في قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. تأمل يا أخي وتأمل يا أختي، تأملوا أيها الإخوة والأخوات، هذا اللفت الإلهي لهذه الآية. لو جعل الله الليل على طول الزمان، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ليل متتابع لا ينقطع، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ الذي يأتي بالضياء وتشرق الأرض وينتفع الناس ويسعون في مناكبها طالبين لأرزاقهم، هو الله، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، جعل النهار ممتدا لا ينقطع ولا يزول ولا يحول، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ تسكنون أي تقرون وتهجعون وتأوون إلى بيوتكم وإلى أماكن سكناكم لتدركوا مصالح تستعينون بها على قطع ما تستقبلون من زمان، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. هذا رحمة من الله عز وجل، هذا التنوع رحمة منه سبحانه وتعالى، وذكر لذلك فوائد لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، الفضل هنا الرزق وطلب التجارات والمكاسب، ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن تحققوا الشكر له سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله جل في علا في الآية الأخرى: الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جميل. بهذا التقديم يتبين لنا الحكمة والرحمة والآية والعبرة والعظة من هذا الاختلاف في الليل والنهار، ومن حكمه ما ذكره الله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، وهذا ما سنتكلم عنه فيما يأتي من نقطة. جميل. فضيلة الشيخ، سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن دلائل هذا التعاقب بعد أن تحدثنا عن الحكمة، وذكرت الحكم الكثيرة الوافرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم من تعاقب الليل والنهار. سنتحدث بمشيئة الله تعالى بعد فاصل قصير عن دلائل هذا التعاقب، الدلائل التي يشير إليها تعاقب الليل والنهار بعد أن أخذنا الحكمة من هذا التعاقب. تعاقب الأيام عنها ينتج الزمان، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا التقليب فيه عبر وعظات، ونحن أشرنا إلى شيء من ذلك بما تقدم من حديث. ومن ثمار ذلك التعاقب للليل والنهار ما يكون من معرفة عدد السنين والحساب، وهذا مقصد من مقاصد هذا التعاقب، فإنه به يعرف الناس أيامهم. هذا التعاقب للليل والنهار يعرفون شهورهم
بهذا التعاقب للليل والنهار يعرفون عدد السنين. وهذا التعاقب يقول الله تعالى في وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتطلبوا فضلا من الله وعطاء. ثم قال ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال في موضع آخر في سورة يونس هو الذي جعل الليل، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال جل وعلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الله أكبر، لم يخلق الله عز وجل هذا التعاقب، هذه الآيات العظيمة الليل والنهار وتعاقبهما إلا بالحق، يفسر الآيات لقوم يعلمون، أي أنه جل وعلا يبين الآيات ويعددها تفصيلا لقوم ينتفعون بهذا التفصيل فيدركون منه ما يؤملون من مصالح ومنافع. الله عز وجل أشار في هاتين الآيتين الكريمتين أنه عاقب بين الليل والنهار وجعل ذلك على نحو من التقدير الدقيق، كما قال تعالى وقدره منازل، قدره أي الشمس والقمر في سيرهما وفي منازلهما، قدره منازل ليعرف بها انقضاء الشهور والسنين. ولذلك قوله تعالى وقدره منازل، قال جماعة من المفسرين الضمير يعود إلى القمر بقوله تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، أي وقدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أي لتدركوا في هذا بهذه المنازل معرفة الشهور والسنين وتعلموا عددها، فيفيدكم ذلك في إتقان مصالح معاشكم ومصالح معادكم، تعرفون بهذا الحساب الدقيق الذي أشار إليه تعالى في قوله عدد السنين والحساب، تعرفون عدد الأيام، تعرفون عدد الساعات، وتعرفون التوقيت الآن على أدق ما يكون من حساب. كل ذلك صنع الله، كل ذلك صنع الله جل في علاه. ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. الأهلة هي ما يكون في إقبال الشهور من أهلة تبدو في السماء، يعرفون بها دخول الشهور وانقضاء الشهور. قال تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، هي مما ينتفع به الناس في تواقيتهم. التوقيت ما الذي يفيده؟ التوقيت يفيد مصالح لا حصر لها ولا عد في معاش الناس وأمور دينهم ودنياهم، فبها تعرف أوقات الصلوات، بها يعرف مواسم الطاعات رمضان وشوال وذي الحجة والأشهر الحرم، لا يعرف هذا إلا بمعرفة هذا 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 التوقيت وهذا الحساب الناتج عن تعاقب الليل والنهار. من الناس من لا يعنيه هذا التعاقب ولا يعرف من تعاقب الليل والنهار إلا ما يكون من إظلام وإبدار، من إظلام وإشراق، دون أن يقف عند ما في هذه الآيات التي تمر عليه غدوا وعشية في الصباح والمساء في البكور والأصال، لا يلتفت إليها ويظن أن الدنيا هكذا جارية على هذا على وجه الدوام والثبات. أنا أقول يا أخواني يا أخواتي، انقضاء الساعات، انقضاء الأيام، انقضاء الليالي، انقضاء الأسابيع، انقضاء الشهور، انقضاء السنوات، كل ذلك إشارة ظاهرة لكل من يفتح الله عين قلبه
إلى أن الأعمار ستنقضي وأن الآجال ستنتهي وأن الدوام للبشر في هذه الدنيا ليس حاصلا ولا ثابتا لأحد من الناس. حتى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يكن لهم خلد وبقاء، بل كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني إذا مت يا محمد أسيكون لغيرك خلود؟ وأنت أعظم الناس جاها عند الله وأولى الناس أن يرفع الله تعالى عنه هذا القضاء الذي هو قضاء مبرم على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. لكن الخلق مستوون في هذا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا المعنى يتذكره الإنسان إذا فتح الله عين قلبه، إذا ذكر واعتبر وتذكر عندما يشهد هذه الآيات التي بين يديه في شروق الشمس وارتفاعها واكتمالها قوة ثم زوالها واضمحلال قوتها على تعاقب اللحظات إلى أن تهوي وتسقط في المغرب ويذهب ضوءها ويزول حضورها. أعمارنا كهذه الشمس، نولد صغارا ثم بعد ذلك نشب ونقوى ثم بعد ذلك نصير إلى حال من الضعف والشيبة وبعد ذلك نرتحل، وقد نرتحل قبل ذلك بمراحل. الله تعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وليس كل أحد تكتمل له هذه السلسلة أو هذا الدور أو هذه الأطباق في أنه يترحل من طبق إلى طبق حتى يكتمل، بل منا من ينقضي أجله وينتهي عمره قبل ذلك، كما قال تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. ليس الناس كلهم على حال واحدة في أنهم يمرون بهذه المراحل، بل منهم من يتوفى ومنهم من يموت قبل ذلك، كما قال تعالى في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذا هو التدرج الذي يجري عليه الإنسان، لكن ليس كل أحد يبلغ الغاية ويمر بهذه المراحل وهذه الأطوار. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. إذن من ثمار هذا التعاقب هو اليقين بانقضاء الأحوال بانقضاء الأعمار وانتهاء الأجال. ولهذا كل يوم وليلة إنما هما جزء من حياتك، ينقضي بتعاقبهما عمرك. ولذلك الليل والنهار يعملان في أجال الناس على الدوام من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. هذا جانب من الآيات التي أو من الفوائد التي يتذكرها الإنسان في هذا التعاقب للليل والنهار، وأنه لا قرار للبشر بل هي أيام تنقضي. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبادر ويستبق إلى كل خير ويسابق إلى كل بر قبل رحيله، لأنه لن يرحل إلا بعمل، وما كان من عمل هو الذي سيصحبه، كما قال تعالى: كل عمل ابن كرت، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فهو القرين الذي لا يفارقك في كل أطباقك وفي كل
دورك في الدار في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخر. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم العمل وأن يرزقنا صالحه في السر والعلن. اللهم أمين. هذه عبرة، وهذا مما يذكر في تعاقب الليل والنهار. أيضا مما يذكر مما ينبغي أن يتنبه له الناس عندما تتغير أرقام السنوات. عام 1441، عام 1442، عندما تتغير الأيام 1، 2، 3، اليوم الأول، الثاني، الثالث، عندما تتغير الشهور، ينبغي أن يستيقظ الإنسان. ما فات لا يمكن تداركه، بمعنى أنه مضى لك من الخزائن ما لا يمكن استدراك ملئها، لكنك تستدرك فيما بقي من عمرك لئلا يفوت ما تستقبل كما فات ما مضى. والإنسان بين ماض فات وبين حاضر قائم وبين مستقبل غائب يرتقبه. من الناس من يكون مأسورا في ماضيه، فتجده لا يشتغل بحاضر بل شغله بماضي، سواء كان ذلك بما سبق من خير وبر فيشتغل بذكره والنظر إليه دون اكتساب حادث وجديد، أو اشتغال بمصائب وأحزان وما أشبه ذلك مما يجري عليه في سالف الزمان، فيستحضر آلام الحال الماضي في حاضره فيتعطل حاضره ويفوته الحاضر كما فاته الماضي. ومن الناس من يشتغل بمستقبله وهمه في ما يكون في قادم أيامه عن عمله الحاضر وعما يكون في زمن الحاضر فيفوته. والرشد وتمام العقل هو في أن يصلح الإنسان حاله الحاضرة ولا يترك نفسه بين ماض مؤلم وبين مستقبل مغيب، ويغفل بماضيه وبمستقبله عن ساعته الحاضرة. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير لهم. إشارة إلى أن صدق الإنسان في الساعة الحاضرة مما يسهل به الله عز وجل العبد ما يكون من صلاح مستقبله. ولذلك يقول الله تعالى: طاعة وقول معروف، يعني في الساعة الحاضرة، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. هذا إشارة إلى أنه صلاح الحاضر وصلاح الحال لا يكون إلا بأن يطيع الإنسان أمر الله عز وجل وأن يقول قولا معروفا في ساعته الحاضرة وأن يمتثل أمر الله تعالى الآن فيما أمره به. فلو صدق الله عز وجل في ذلك يسر الله له في مستقبل أيامه ما يكون عونا له على صلاح مستقبله واستقامة حاله في قادم أيامه. جميل. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا من الحكم التي ينبغي أن يعيها الإنسان المسلم في هذه الحياة أنه مهما أعطي طول الأمد فإنه سيصل إلى نهايته التي كتبه الله عز وجل لها. فتعاقب الأيام وتعاقب الشهور وتعاقب الأيام والسنين إنما هو يعني قرب الإنسان من أجله، لذلك يجب عليه أن يعمل في هذه الدنيا بما يرضي الله عز وجل وأن ينسى طول الأمد الذي هو من غريزة الإنسان في هذه الدنيا. وما في شك يا أخي، يعني وهذه هي الفائدة الثانية التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من هذا التعاقب للليل والنهار، أن لا يكون أمله ممتدا على حال تشغله عن عمله الحاضر أو عن الاستعداد ليوم المعاد. فمن ظن أن الدنيا هي المطلب وهي المنتهى
فاته الاستعداد الآخر. الله تعالى يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والعاقل هو من قصر في 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 أمله وفي وفي طلبه للدنيا حتى يتزود الآخرة، بمعنى أنه يصلح حاضره بأداء ما فرض الله تعالى عليه، ولا يعني هذا أن يشتأن أن يكون إصلاحه لحاضره مغفلا له عن ما يحتاجه من دنيا، لكن أن يمد الإنسان هذا الأمد على طول الخط ليشعر أنه لن يرتحل ولن يزول ولن يتحول، هنا تقع المشكلة، لأن طول الأمل يفضي بالإنسان إلى أن يشتغل عن العمل الراشد بأعمال من أعمال من أعمال الإقامة الدائمة التي ليست هي حقيقة الدنيا. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر في الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. والمقصود بالأمل هو طوله على وهو يعني أن يسكن في نفس الإنسان أنه لن يرتحل عن هذه الدنيا، وهذا خلاف الحقيقة وخلاف الواقع. خلاف الحقيقة التي يشهدها الإنسان بنقص الدنيا لمن حوله، أن لو كل واحد منا فكر بمن فقد من أحبابه ومن من حوله ومن معارفه لوجد عددا غير قليل. الدور سيأتيك لن تخلد، لكن الإنسان يغفل ينسى ويظن أنه لن يرتحل، حتى لو نزل به مرض، حتى لو نزل به ما نزل يظن أنه باق. وهذا له جانب من الرحمة لأن الإنسان يعمل ولا ينقطع، ولكن إذا استغرقه هذا الشعور كان مقعدا له عن العمل الراشد ومورطا له في العمل الفاسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى ابن عمر وهو شاب في مقتبل العمر ناهز الحلم، قال له صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يكون في الدنيا كالغريب الذي لا يتعلق ببلد الغربة ولا يطمئن إليها، إنما يجتهد في إنهاء حاجته ليرتحل إلى بلده، أو عابر سبيل وهو المسافر الذي لا يجد راحته ولا طمأنينة في السفر، فهو دائم السير بجد وصبر ومثابرة حتى يصل إلى هدفه. هذا هو حال الإنسان الراشد في هذه الدنيا، أن يتعامل معها كالغريب. الغريب طبعا يسكن ويأكل ويشرب ويلبس وقد يستمتع بشيء من المتع، لكنه لا ينغمس في ذلك عن أنه في حال غربة وأنه لن يدوم في هذا المكان، بل سيبقى فيه مدة ثم يرتحل منه إلى غيره. والحال الثانية التي هي حال أشد في التأهب، حال عابر السبيل الذي يقطع المفاوز ويقطع الكيلومترات ويقطع المسافات ليصل إلى غايته وطلبته. ولذلك ابن عمر يقول في ترجمة هذا الامتثال هذا ترجمة هذا الأمر النبوي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ، وهنا التنبيه المهم، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا غاية الرشد ومنتهى العقل السليم الذي ينظر للدنيا بحقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الترمذي أنه نام على حصير فقام وقد أثر الحصير على جنبه صلوات الله وسلامه عليه. الحصير هو المنسوج من خصف النخل. يقول عبد الله بن مسعود نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني فراش يعني ما يترك هذا الأثر في جنبك إذا نمت عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ابن مسعود
مثل ابن عمر. ابن عمر وش قال لما ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: لا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمد، فإن كل ما هو آت قريب ما في بعد، كل ما هو آت قريب أجالنا مهما امتدت أعمارنا قريبة. ألا وإن البعيد، ألا وإن البعيد ما ليس آتيا. البعيد الحقيقي هو الذي لن يأتي، لكن ما سيأتي فمؤكد أنه قريب. وطول الأمل وطول الأمد للإنسان يجعله يقسو قلبه وينشغل عن غايته وهدفه من هذه الحياة الدنيا، وهي التزود الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا قال الفضيل بن عياض: إن من الشقاء طول الأمل، وإن من النعيم قصر الأمل. قصر الأمل يعني لا تمد حبال طويلة، لن تخلد في الدنيا. ولذلك تجد الذي يمد حبالا طويلة في الدنيا يبخل ويشح ويقاتل على هذه الدنيا على نحو يغيب عن الحلال والحرام وما يجب أن يتجنبه وما يجوز له وما لا يجوز. الذي يطول أمله يطول أمله في الدنيا يتشبث بها ويغفل عن الآخرة ويركن إلى الدنيا ويتخذها وطنا ويحدث نفسه بالبقاء على نحو لا يمكن أن يكون، ومستحيل أن يبقى أحد على وجه الدوام. بل كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والإنسان مهما أوتي من قدرة أن يتخلص من الموت في موقف، بصحة بعد مرض، بنجاة بعد حلول أسباب الهلاك، إلا أن الأمر كما قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والراشد هو من عمر زمانه بطاعة رب، لإصلاح حاله، إصلاح قلبه، استقامة شأنه. وهذا عمل الرشيد يدرك به الإنسان سعادة دنياه وفوز آخرته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل حياة الإنسان بمثال خط. النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خارجا، خطا خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط عن يمينه وعن شماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، وهذا أجل ومحيط به وقد أحاط به من كل جانب، وهذا الخارج، يعني الخارج عن المربع، خط ممتد يمر في مربع. قال: الخارج عن المربع، هذا الخط الخارج هو أمله. وأما الخطوط الصغار التي على الخط فهي ما يعرض الإنسان من أمور وبلايا، ينجو من هذا ويسلم من هذا حتى يدركه أجله وينقطع بذلك أمله. فالأمل ينبغي أن لا يمتد امتداد لا ينقطع ولا ينتهي ولا ويغيب عنك الآخرة والعمل لها. الله يعطيك العافية دكتور. وصلنا لختام هذه الحلقة، الوقت أدركنا كثيرا، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين المذكرين، وأن يجعل أيامنا وأعوامنا زيادة لنا في الخير، في خيري الدنيا والآخرة. أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وسائر البلدان بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد إلى ما يحب ويرضى، وأن يديم علينا الأمن والعفو والعافية والسلامة والصحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.